احيانا يعني هركز على بدايه كلام معالي وزير الصناعه ومعالي وزير الشباب الخاص بمشكله البطاله. انا قلتها قبل كده الحقيقه وهفضل اقولها، ان هي المشكله ما هياش هي احد التحديات، هي اكبر تحدي ممكن يقابل اي نظام واي حكومه في اي حته. ولما معالي وزير الشباب يذكر ان في 800,000 واحد بيدخلوا سوق العمل كل سنه، واحنا لازم نوفر فرص العمل ديت عشان بس معدل البطاله ما يزيدش، ده تحدي رهيب. لكن الملتقيات اللي بتتعمل دلوقتي وتعاون الجهات المختلفه في الحكومه الحاليه عشان توفير حياه كريمه لشبابنا، ده الحل الوحيد لاي استقرار، علشان تستقر فعلا، عشان الناس يبقى عندها قدره على انها تنزل وتشارك وتتفاعل مع الاحداث السياسيه. لازم الاول يبقى عندها دخل علشان تعرف تمارس حقوقها كمواطنين. وبالتالي المشكله دي هي الكور، هي الاساس في اي عدم استقرار. واللي مش شايف كده يبقى في مشكله، لان لو مسكنا في بعض المشاكل الاخرى وبدنا نحلها من غير ما نحل المشكله دي مش هيحصل حاجه. دي البدايه. وانا شاكر جدا جدا الحقيقه لمعالي وزير الشباب ان هو شاف ده وحس دوت، وعارف ان دي ازمه شباب حقيقيه موجوده في البلد بقالها سنين ولازم لها حل، ولازم حد يبتدي. يعني بصرف النظر عن اتجاهاتك ايا كانت ايه هي، لكن لازم حد يحل المشاكل، لان المشكله واضحه للناس كلها. وزي ما معالي وزير الشباب قال، نحو خلافاتنا جانبا وتعالوا نركز على مشاكل البلد الحقيقيه اللي اتخرجنا من اللي احنا فيه، وبعدين نبقى نشوف خلافاتنا بعدين. ما الخلافات مش هتروح في حته، ما هي موجوده ماشي بعدين، لكن البلد تقوم على رجلها الاول. فهرجع تاني اقول الارقام اللي قالها معالي وزير التجاره والصناعه الخاصه بالملتقى اللي فات، احنا قصدنا الرئيسي من هذا الملتقى او من هذا اللقاء الصحفي ان احنا نبقى منتهى الترانسبيرنسي، اللي هي الشفافيه التامه، والاكاونتابيلتي والمحاسبه، الشفافيه والمحاسبه اللي احنا دايما كنا بنسمع عنهم قبل كده في الجرايد وكل الناس كانت تتكلم عنها، ولا كان في شفافيه ولا كان في محاسبه. فاحنا دلوقتي بنقول الارقام، الارقام مش في الاخر خالص عملنا حاجه وصرفنا وعملنا، وفي الاخر 392 واحد بس اللي اتعمل لهم عقود او جاري تعيينهم دلوقتي، احنا مش مكسوفين نقول ده، لان على الاقل ابتدينا. والارقام اللي عندنا ال 392 دول عندنا ارقامهم وارقام بطايقهم واشتغلوا فين وراحوا امتى واستلموا ايه بالظبط وطبيعه شغلهم ايه، عندنا كل البيانات اللي حضراتكم تتخيلوا، فاحنا مش قلقانين منها. وزي ما معالي وزير الشباب تفضل وقال دلوقتي، اذا كانت هي دي البدايه وقدرنا نعملها من ملتقى واحد، لو عملنا ملتقيين في الشهر، لو عملناها في جميع المحافظات، هنجمع الارقام. والبدايه ده غالبا تبقى هي الاصعب، لكن بمرور الوقت الناس هترجع الثقه مره تانية. التحدي الحقيقي فعلا في حل مشكله البطاله وفي هذه الملتقيات، انت ازاي تجذب الباحثين عن العمل، ازاي ترجع الثقه مره تانيه فيهم ان هم يشتغلوا في القطاع الخاص. اعلام دوره مهم جدا، توعيه في من الجهات الحكوميه المختلفه، ننزل للشباب في اماكنهم، لكن لازم نبتدي نرجع هذه الثقه مره اخرى. لو الربع ال 392 واحد دول هم من 23 شركه، لو خلصنا الملتقى الاولاني وكان 600 واحد بس اتعينوا، وابتدى ال 600 دول يكلموا اهلهم واصحابهم وجيرانهم والمنطقه اللي ساكنين فيها، ال 600 دول الملتقى الجاي هيبقوا 1200، الملتقى الثالث هيبقوا 2003، الملتقى الرابع ممكن يبقى 10,000. هي دي اللي بنسميها الايس بول او الاكسبوننشال افكت، نظريه كره الثلج. ده اللي احنا عايزين نعمله، ده اللي بنحاول نعمله. يعني انا هرجو تاني من حضراتكم، هناشد حضراتكم كصحفيين وكاعلاميين ودوركم الرئيسي والمهم في الفتره الحاليه في البلد، ان احنا نركز على حلول بتحصل. في اخطاء ماشي الحل، بس في حلول وفي ناس اتعينت فعلا وفي حاجات جابت نتائج ايجابيه، نقول ده زي ما نقول تاني، ونقول ده علشان ندي امل لشبابنا، مش عشان احنا نبقى كويسين وشكلنا حلو علشان يبقى الحكومه والوزراء والجهات الحكوميه شكلها ظريف وابتدت تعمل حاجه اطلاقا. بس قولوا يا جماعه الدنيا مش ضلمه، يعني في ممكن حاجات نقدر لو تمسكنا بيها وابتدينا نشتغل فيها نرجع مره تانية الامور الى نصابها الطبيعي. فانا باكد على الارقام مره تانية لحضراتكم، وارجو ان حضراتكم تنشروها واحنا مش مكسوفين منها. باكد تاني، هم 7,000 واحد هم اللي جم الملتقى المره اللي فاتت، 7,000 من كان في 10,000 فرصه عمل مطروحه، 7,000 جم، 2,350 واحد تقريبا، 2,352 واحد تم قبولهم قبول مبدئي، تعمل لهم انترفيوهات يعني مقابلات،
وجاري تعيين حاليا 392 واحد، ده احصائيات 23 شركه من 51 شركه مشاركه، يعني في 28 شركه لسه ما جابت لناش الداتا بتاعتها لحد دلوقتي. انا بامل ان شاء الله ان في الملتقى القادم اللي هو يوم 30 و1 و2 ديسمبر الجايين احنا جايبين في 60 شركه هتشارك، منهم 10 شركات شاركوا معانا في المؤتمر اللي فات، بس في 50 شركه جديده بيوفروا في حدود 13000 فرصه عمل، وفي منها 20% من هذه الفرص للمؤهلات العليا، دي ما كانتش متوفره في الملتقى اللي فات. في عندنا في حدود 2500 فرصه للمؤهلات العليا موجوده في الملتقى، والباقي عماله متوسطه او فوق متوسطه. بنأمل ان شاء الله وبنرجو الله سبحانه وتعالى ان هو يوفقنا ان احنا نحاول يبقى الاقبال اكبر. وعملناه 3 ايام، يعني وزاره الشباب الحقيقه يعني قالت ان احنا ندي فرصه اكبر بدل يومين نخليهم 3، واحنا عايزين نطمن الناس ونقول لهم ما تقلقش انك ما عندكش المهارات الكافيه اللي تاهلك للعمل في شغلانه محترمه، هنمولك بالكامل، هندربك من غير ما تدفع ولا مليم، وهتاخد بدل تدريب عن كل يوم تيجي تحضره، بس تعال وتعالى واسال الناس اللي شغاله وبندربها دلوقتي. فما تقلقش، الحكومه موفره التمويل، ويعني عايز اقول لكم ان سبحان الله التمويل حاليا دلوقتي موجود ومش عارفين نصرفه، يعني عمره ما حصلت، يعني انا يعني عندنا تمويل عايزين نصرفه مش عارفين نصرفه. فبقول للشباب تعالوا هندربكم في احسن حتت وبارقى شهادات ممكن تتخيلوها، وبشهادات معتمده من جهات دوليه اكوردنج لمناهج دوليه، طبقا هي لمناهج دوليه مش مناهج بس محليه، مش تدفع لنا مليم، تعال وجرب وشوف. ده الرساله اللي عايز اوصلها. وانا بشكر من يعني الشكر واجب الحقيقه لمعالي وزير الشباب على يعني متابعته لهذا الموضوع بشكل شخصي الحقيقه، واهتمامه بيه من اولويات الاجنده بتاعته، وانا مستبشر خير بهذه الشراكه اللي ان شاء الله باذن الله هتجيب نتائج قبل نهايه 30/6 ان شاء الله، يبقى عندنا ارقام. بامل وعندي ثقه في الله سبحانه وتعالى انها باذن الله تحقق النتائج اللي احنا بنرجو ليها. شكرا لكم. Thank you.